مرحب مرحب يا هلال، أهلا أهلا كيف الحال، قد غبت وإلي. أهلا ومرحبا بكم في الحلقة 12 من طاولة رمضان. اليوم الدبرة متاعنا باش تكون سهلة. هوني باش نعمل تسطيرة. التسطيرة قصيت الفلفل والقرع الأخضر والقرع الأحمر، ها هما حطيتهم في الطبق. باش نرش عليهم شوية ملح وشوية زيت. بسم الله. وشوية زيت ما غير ما نقليهم في القلاية. وتنجموا ما تحطوش الزيت، راه اللي يعمل في ريجيم ولا حاجة نجم يحطش الزيت هكاها، ونحطهم في الفرن يسيبوا على رواحهم. وعندي البطاطا لهنا قصيتها، حطيتها تتنفخ في الماء وشللتها مليح من الماء. الماء هذاك نحي لها طوال الماء هذاك، ونحطها على طبق نتاعي على بابي كويسون، ونرش عليها شويه ملح، ونحطها زاده هي تطيب في الفرن. ملح وزيت زاده. والبطاطا حطيناها، نرشوا عليها شويه الملح والزيت، خلطها مليح وكيف كيف على الفرن. ولهنا عندي مرقة لوبيا قعدت لي من البارح، مرقة اللوبيا ها هايكا، باش نعمل لها إعادة رسكلة. نزيدها شوية ماء، وباش نحطها دوب ما تغلي شوية على النار، وباش نحط لها المملحات. شريت لها المملحات باش نحط لها الميل هذايا، الميل هذوما والزيتون وكها، ونقدمها إن شاء الله. هنا حضرنا الطاولة بتاعنا، وجات بحذنا إنيفير يسرب كلها. هلو تينا، وجيت بحذينا إني ذا يسرى كلها باش تعمل لنا القطايف. هوني حطت لنا طبقة لون بتاع القطايف، ومن بعد يسرى من بعد ديك مشنا الميول الفيكية متاعنا. الفيكية اش حطينا فيها؟ حطينا فيها شوية عطرشية وشوية ماء ورد. فوالا خاطر لا ريت الماء، ريت العطرشية ما ريتش ماء الورد. انا عطيتني العطرشية ما ريتش ماء الورد، خاطر انت رميت الماء ورد. اي اي وماء ورد خلطوهم بعضهم ونحطوهم فوق الطبقة. اوكي توكا مشنا نرميوهم، خلطناهم ونقوم بالي ميت بشوية بشوية كنحاولو نديسبرسيو باش يكون كليكا يونيفورم. ديزولي نحكي بالفرنسي، ترجم لكم باش يكون الكل هكا، ترجم لكم باش يكون كلها الله غالب، شكون كلها بتجاسة حتى انا ما عادش نحكي. صحيت اي صحيت صحيت. شكون كلها متوزعة بالتساوي على كبر الطبق، باش اللي يهز برج يلقى في عقلك شوية فيكي. صحيتك هذيك هذيك، ما يفهمش حاجة في يونيفير يسرى يجي يسالني. الله غالب والله، الله غالب والله. جيسي لو ماكسيموم كوني نحكي بالعربي والله. اوكي ومن بعد ليك باش نحطوا الكوش الثانية نتاع القطايف نتاعنا. حويجة فيت في وبيان في. حكينا على قناتك يسرى. والله قناتي تلقى فيها كويزين بور لو مومون، كويزين يعني تو سكي هيل. وللجماعه اللي سالوا على العربي والفرنسي، والله يعني نعمل في توا بور لو مومون هبط في فيديو عربي وفيديو فرنسي. خاطر يعني مش تقعد ترجم. لا انا ديما هكاك، خاطر عندي برشا معناتها مثلا جيراني فرنسيس وكليك يتفرجوا، دونك يحبوا يتعلموا حوايج تونسيه ويحبوا يتعلموا الحوايج نتاعنا العربي يحبوا بالفرنسي. دونك جو سوي اوبليجي معناتها باش نعمل. اما والله العظيم صحيح جو مي سون با اليز بالكدا كوني نحكي بالعربي، ما نجمش نحكي العربيه الفصحى، مي نحاول نحكي العربي. لا احكي ديجا عادي تونسي. مي الله غالب احنا حتى في دارنا، حتى في ديجا في دارنا نحكيو عربي وفرنسي. دونك الله غالب ستينست ستينست، حكيت ستينست تو سامبلومون. ما يعني نحكي تونسي تونسي عادي، الناس الكل اللي تحكي الناس الكل كظاهر لي مفهوم. لا تونس اكثر كلمه فرنسي كلمه عربي، نحنا مش باه نزيدوها شويه، نحاول نغطيو نغطيو ولا مش نهبط هكايا. سخنوا الفور. اري هي الفيديو تاعك. مرحبا بك يسرى في قناه كوزينة الف. مرحبا بك يسرى في كوزينة الف. وتويك مش نسقيوها بشويه الزبده بالمغرفه، بشويه بشويه نحاولوا كلها نسقيوها بالزبده باش توت لي بارتيكول نتاع القطايف الكلها تدخل فيها الزبده. بيان سور باش تيب لنا يونيفورميمون الزبده. صافي ريان اذا كان الزبده بالحليب، صافي ريان. هي ديجا ما حنيش باش نحطوها عام واثنين في الواحد، ديجا الليله باذن الله يتكيوها. قلت لكم راني نتعلم منها بالحق يسرى. انت في الحلو ما يلعبك حد يا بختي. والله يا
هذا شرف هذا اللي شهاده نعتز اللي كليت وذقت وانا يعني شهاده نعتز بها. إذا كانت تحبوها لايت بيان سور، إذا كانت تحبوها لايت نجموا يعملوا في الشحور في عوض يعملوا سكر يعملوا سيرو دراب درابل ولا يعملوا سيرو دقاف يولي لايت مش ليه 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 الزبدة فما 20% في عوض هي شنية. أنت عندك الحق الزبده عندك الحق انت بيان سور ميك شو تي فا با بروندر كلها انت دي كي مش تعمل زبده مثلا مش تعمل 50 غرام ولا اللي هي انت ميك شو تي كل 50 غرام الكل راهو سي با سا في با دير اذا كنت تعمل مثلا ريجيم سا في با دير كنت تحرم روحك جامي دو لافي بالعكس راهو يفو سو فير بليزير في كل حاجه تعملها في كل حاجه في الدنيا هذيا مهما حاجه يفو سو فير بليزير سينو راهو الدنيا ما عندها حتى قيمه. هكا هو الفرن نتاعنا يسخن على 220 درجه انا حطيته باش ندخلوها حتى للتحمار من فوق مغلوطه بعد نخرجوها نسقيوها بالشحور نتاعها وامورها واضحه وارتحنا من القطايف. يعطيك الصحه يسرى. يعطيك الصحه يا فوفا. وهكا قلت لكم يسرى هم نصبروا عليها مليح اي باش ما تتفتفتش يعني وقت اللي نقصوها من بعد ما تتفتفتش. وهذه طاولتنا لليله ان شاء الله ربي يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال. هذا اللوبيا نتاع البارح قعدت زدناها الزيتون والفاريونت. هذا تشيش بالقرنيط نتاع يسرى اللي بها يسرى واللي يحب على تشيش بالقرنيط يمشي لقناه يسرى خلي لكم الرابط نتاعها في صندوق الوصف وان شاء الله تعملها لكم على قريب. هذه بطاطا عملناها في الفور حطيناها في الفور واللي يسال البطاطا علاش تحمر برشا على خاطر البطاطا حلوه فيها السكر هذاك علاش تحمر نختار النوع هذاك. وهوني عندنا شوكولاته بالعشيه وعنا سلطه بشويه جبتها لنا يسرى معاها وهوني عنا سلطه الخضراء وهذه هي التسطيره دورناها بالدجاج محمر وهذيك البيتزا نتاع البارح وهذا الفريز هكا جو دو فريز وسيترونات. كثروا كثروا من اللحوم البيضاء، اللحوم البيضاء خير من اللحوم الحمراء راهو ألف مرة بالحق معناتها صحية و اللحوم البيضة راهي صحية 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 نقصوا قللوا من مزهومة اللحوم الحمراء تعمل الكوليسترول تعمل مرة في الشهر اوكي لحوم حمراء اما مش اكثر راهو مش باهية يعني كثروا من لي بواسون من الحوت من اللحوم البيضاء معناتها باهي حوايج الحوت فيه الكالسيوم فيه البوتاسيوم فيه كل شيء مي اللحوم البيضاء اللي ما يحبش يسمن سي بيان نورمال يمشي ياكل الدجاج ومش ياكل الدون يحبوا على البروتيين هاي تقبل الله صومكم ان شاء الله شيء طيبه للناس الكل.